استحواذ النهارده كانت للنادي الاهلي 55%، ولكن الاخطاء بالجمله. هو طبعا يعني الاستحواذ حاجه كويسه او يعني مؤشر كويس، بس ما هوش كل حاجه. يعني طبعا كتير جدا بتبقى انت تاخد بالك او بتبقى في حسبانك ان انت تشوف الاستحواذ بتاع فرقتك، خصوصا اسلوب النادي الاهلي والايدنتيتي بتاع النادي الاهلي هو الاستحواذ في جميع المباريات بتاعته. انما انا عايز اتكلم على ان الاستحواذ ده بعديها انت لازم يعني الاستحواذ ده وسيله، انت بعد كده بتعمل ايه بالاستحواذ؟ ببدا ان انا احط الفرقه في الثلث الدفاعي بتاعها، ببدا ان انا افضل مستحوذ عشان انتهز الفرصه اللي انا اقدر اخترق فيها اختراق مؤثر. فده الغرض من الاستحواذ، بس هو في حد ذاته ما هوش هدف. يعني خلينا انا بقى اتكلم على حتتين مهمين جدا. انا عايز اخد من المباراه في شق ايجابي وفي شق سلبي. الشق الايجابي هو ان انت النهارده كويس ان المباراه حصلت مباراه كبيره. انت النهارده لما بتلعب مع يعني منافس قوي زي نادي الزمالك ويحصل النتيجه دي، فده مؤشر او يديك بعد كده الارم على شغل مستقبلي. الشغل المستقبلي ده في المباراه القادمه والهدف الاكبر وهو مباراه الوداد وبطوله افريقيا. فكويس، انا هاخد يعني بتتوقف على هل الطبع الواحد لو انت ايجابي ويعني مستبشر خير، فانت هتاخد من نتيجه النهارده حاجات كتيره جدا سلبيات حصلت. خلينا نتكلم على اول حاجه، ان زي ما قال الكابتن علاء النهارده في مساحات كتيره جدا، وقلنا قبل كده يمكن المساحات الكبيره دي مع فرقه مش كبيره مش هتبان قوي، لكن النهارده فرقه الزمالك فرقه كبيره، فريق عنده عناصر دوليه، عنده عناصر بتلعب في منتخب مصر، عنده مهارات فرديه وامكانيات فنيه فرديه، عنده كمان حاجه كابتن ايمن يمكن ناس كتير غافلين الحته دي، كارترون حافظ بحكم ان هو درب الاهلي حافظ لعيبه الاهلي. فايلر يمكن شويه ما لعبش قدام الزمالك غير لقاء السوبر ولقاء الكاس اول ما جه. لا سوري، لقاء السوبر اثنين سوبر. فدي شويه ممكن انت لما بتدرب فرقه فانت عارف ايه النو هاو بتاعها وعارف فين المفاتيح. ده الهدف الثالث هو معانا مظبوط. يعني الهدف الثالث ده انا ليا كذا وجهه نظر فيه. اول حاجه ان تمركزاتك وانت بتدور على هدف التعادل تمركزات كلها هتلاقي ان الثلاث لعيبه بتوع نادي الزمالك فاضيين. المفروض وانا بهاجم عشان ادور على الهدف الثاني اللي هو هدف التعادل اللي انا اخرج بيه متعادل، لازم كل اللعيبه اللي ورا اللي هي واقفه سواء مدافعين وسط الملعب او المدافعين المساكين والباك العكسي لازم يبقوا واقفين وقفات دفاعيه صحيحه في رقابه منظمه. لكن واضح ان هنا كله مركز في الـ في الـ في الـ ارجع معلش تاني، انا عايزك ترجع تاني عشان هتكلم على حته برضه. فلازم وانت بتهاجم لازم تبقى وقفاتك الدفاعيه محسوبه. رقم اتنين، انا هنا ضد ان ايمن اشرف يطلع يقابل بن شرقي. انت لا انت قابلت وقطعت الكوره ولا انت استنيت المساحه اللي في ظهرك اللي معموله بالمربع الاحمر ده اللي اخترق فيها اوناجم، لان انا كسردباك ناحيه الشمال في الكوره دي انا النهارده بن شرقي لو فضل يجري بالكوره محمد هاني بيجري جنبه وياسر ابراهيم بيلعب مع كاسونجو بره اهو، اللي جاي بقى شائق في في في, في, في المساحه دي ومخلي علي معلول بره الهجمه اوناجم، يبقى انا كسردباك ناحيه الشمال راجل في الحته دي لازم استوعب او ان انا اغطي المساحه اللي في ظهر الباك بتاعي خصوصا ان احنا مهاجمين. فانا ايمن المفروض يستنى ما يقابلش ويسيب محمد هاني يجري جنب بن شرقي. اكتر حاجه هتحصل ايه؟ ان محمد هاني هيعمل فاول تكتيكي مع بن شرقي وخلاص، او لو جه مرر يبقى انا واخد اوناجم وجاري بيه. فالنقطه دي انا بقول ان في النهارده مجموعه سلبيات حصلت، المجموعه السلبيات دي لازم نبص لها طبعا. يعني اوناجم اتصرف تصرف هايل خلاص، هو ده الجون، الباص اللي عمله بن شرقي لاوناجم هو ده الجون. بعد كده طبعا اوناجم دي ميزه منه انه بص وشاف اسامه فيصل. النقطه كمان اللي عايز اتكلم فيها هي 45 دقيقه يا كابتن ايمن، 45 دقيقه الاولانيه لغايه ما فايلر راح ظابط ال 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 ظبط الملعب، ظبط الملعب بالتغييرتين، راح منزل وليد سليمان طلع ديانج وراح منزل جيرالدو وطلع
جونيور اجي. يمكن بناء على كلامك بدانا الشوط الثاني الزمالك كابتن علاء بدايه هجوميه كويسه طبعًا. ولكن الاستمراريه ما حصلتش. ما طبعا انت لازم غير الاستمراريه كمان انت لازم النهارده في حاجه انت النهارده مع الاستمراريه وان انا لازم ابقى قوي دفاعيا يعني ما ينفعش وانا بدور على هدف وعايز اجيب هدف ان يتعمل كره مثلا زي بتاعت مصطفى محمد اوكي هو فيها جانب مهاري عالي جدا منه لكن في نفس الوقت الرقابه لازم تبقى لصيقه جدا احنا المدافعين دايما يقولوا ايه كل ما المسافه تقرب من المرمى كل ما انا لازق اكتر ممكن يبقى المسافه بيني وبين المهاجم كبيره شويه لو احنا الكره لسه في وسط الملعب لكن احنا خلاص انا قربت الراجل استند على الكره وعليت فوق ونزلت راح واخدها بوش رجل يعني في اخطاء لكن اتمنى ان احنا نتعلم من الاخطاء دي لان احنا عندنا هدف اكبر. خليني بقى انا اكلمك كمان بشكل عملي شويه. احنا خسرنا مباراه بس ما خسرناش بطوله. يعني النادي الاهلي طبعا هدفه ومن ضمن الحاجات اللي بتبقى في ذهن النادي الاهلي ان البطوله الخاصه بينه وبين الزمالك في مباريات زي المباراه دي بيبقى بيبحث عن الفوز زي ما بيبحث عن الفوز في كل مباراه لكن دي بطوله خاصه. لكن النادي الاهلي بيلعب بشكل اشمل شويه وهو الهدف الاكبر البطوله. فالنادي الاهلي متصدر بطوله لكن النهارده جه الارم انا باخد الجانب الايجابي بقى من النهارده وهو ان انا لعبت النهارده كم اسبوع الاهلي لعب 22 اسبوع 22 اسبوع 22. في ال 22 اسبوع دول كله دخل خمس اهداف النهارده بيخش فيك ثلاث اهداف. فمعنى كده ان لازم مستر فايلر واللعيبه يرجعوا نفسهم تاني في الحته اللي دي في الحته اللي ورا ولازم يبقى فيه عايز اقول ايه يعني شبه ثبات في الحته دي لازم شبه ثبات لان دايما خط الظهر كل ما بيبقى حافظين بعض يعني دايما التغييرات بتبقى قدام ممكن اركب هارموني مثلا اتنين راس حربه وتحتيهم واحد اتنين تحت وواحد راس حربه واغير في الحته اللي قدام دائما بيبقى فيها التغييرات اكتر لكن الحته اللي ورا بيبقى فيها تجانس فيها حفظ بعض بيبقى خلاص انا عرفت ده بيغطي ده هيغطي تحتيه انا بطلع في الكره العاليه التاني بيغطي من تحتيه وهكذا فلازم الحته دي يبدا مستر فايلر يشتغل عليها الفتره الجايه لان رب ضره نافعه انت النهارده حصل ده لكن في بطوله انت الحمد لله ماشي فيها ومتصدر فيها بشكل ممتاز فمش عايزين المباراه النهارده تاثر بشكل سلبي ونحملها اكتر طبعا مع احترامي لنادي الزمالك او اي نادي الاهلي متصدر بطوله مبروك لنادي الزمالك عمل مباراه كويسه جدا ويعني لعب على مفاتيحه على نقط ايجابياته النقط القويه اللي عنده ولعب على سلبيات الاهلي واللي ساعده بعض التمركزات الغير جيده اللي اسفر عنها اهداف كابتن عادل هل